الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مقدمة براتب الإمام المهدي عليه السلام. الوحي العام للمصطفين من الناس نبوة، والوحي الخاص بتتليف المختارين منهم رسالة. وكان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء. إن ابن آدم جزء من الطبيعة المادية، وهو كذلك مفارق لها بما نفخ فيه من روح الله. العقل الإنساني يستمد معارفه التجريبية من الحواس الخمس، ولكن في دفاتر الإنسانية معارف أخرى كالاستبصار والاستشعار من بعد أو التخاطر وقراءة الأفكار والحدس الصائب. كما قيل: ذكي تظنيه طليعة عينه، يرى قلبه في يومه ما ترى غدا. إنها ظاهرة يسميها الفكر الوضعي إدراكا لا حسيا. هذه المدركات والرؤى الصادقة وما يكون عند من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحدثين يسميها الدين إلهاما أو نورا. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. راتب الإمام المهدي نبع إلهامي يفيض من ضمير صاحبه متدفقا بروحانية آثرة ومحبة خالصة متصلة أطرافها. فأنقذني ومن صحبني ومن أحبني على حب نبيك صلى الله عليه وسلم لأجلك يا ذا الجلال والإكرام. إنه ديوان استغاثة بشرية ملهوفة بحاجتها للطف باريها. إنها مناجاة حبيب تفانى في حب ربه على نسق ما قالته العدوية: فليت الذي بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إن الراتب مضخة تخلية النفس من كل منافع دنيوية، لا لإلغاء الدنيا ولكن إفراغا للنفس من الركون إليها ومن ثم تسخيرها لأغراضها الإيمانية. فالماديات أقوى ما تكون في خدمة الروحانيات، والروحانيات أبأس ما تكون في خدمة الماديات. ولا تجعل في قلوبنا ركونا لشيء من الدنيا يا أرحم الراحمين. راتب الإمام المهدي عجين قرآني محمدي تمازجت فيه مختارات الآيات والدعوات المحمدية المأثورة ودعوات أنبياء الله وأوليائه الصالحين المعهودة. وتوارت في الراتب ذاتية صاحبه إلا من اتباع لربه وتحقير واتهام لنفسه وابتهال الناسوت للاهوت. ابتهالا واتباعا هما سر ارتفاع صاحبه في الميزان الروحي والخلقي وفي نفوس أصحابه الذين زودهم الراتب بإكسير روحي حفظهم من فتنة السلطة إذا حكموا، فكانوا أخلص عملا والأعف يدا، وحفظهم من رهبة القهر إذا نالهم البطش، فكانوا الأصبر على البلاء الأكثر إقداما على منازلة الطغاة الأشجع في ساحات الفداء. قال القارئ الإنجليز: كان الأنصار أشجع من واجهنا في ميادين القتال. وقال مؤرخهم العسكري الشهير فيليب وارنر:
كانوا أشجع من مشى على الأرض. على الأرض إن التجرد هو لب الفدائية. يقرأ راتب الإمام المهدي في وقتي الاستجابة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقرأ على ثلاثة أطوال: أصغرها وهو إلى مبين، فالمئات الست، والمسبعات العشر، ودعوة كما لطفت، فخواتم آل عمران، فدعوة القرآن، وأوسطها وهو الراتب الصغير المعلوم، وأكبرها وهو الراتب الكبير وحزب من القرآن. الحبيبة مريم الصادق حركتها روحانيات الراتب، فتطوعت بهذه التلاوة الخاشعة التقية في معناها المرتلة النبي في مبناها، فكأنما نفحتها مزامير عليه السلام، أثابها الله ثوابا مستحقا، ونفع بها أنصار الله وسائر أحباب الله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والحمد لله النور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم أرضى أجلها وأجل مسمى ثم أنتم تمترون. اللهم يا مذكورا بكل لسان ومقصودا في كل آن، ويا مبدئا لكل شان، ويا من بيده الأكوان، ويا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن، ويا مالكا لكل جرم وعاد وزمان. أسألك بما توليت به الأولياء المقربين الذين لهم عندك شان أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يكون وما كان، وأن تصيب قلوبنا بنور العيان، وأن لا تغفلنا عنك وأنت القريب، فلا تنسنا قربك يا رحمن، واجعل قلوبنا واعية بك عارفة بما أزديته من الإحسان، ولا تجعلنا في ذكرك غافلين عنك يا ملك يا قاهر يا ظاهر البرهان. وأورثنا الأدب معك وقد تأدب للملوك المعتوه الذي هو كالحيوان، لما يراه من أياد قاصرة لم يكن لها قيام من الباطن ولا تعلم منه كل الشان، ولا تصرف لأحد منهم له إلا بقدرتك، وأنت تعلم منهم ما لا يعلمونه من الباطن وظاهر الأركان. فسبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين، فلم يكن لي قول إلا أن أقر بظلمي، وأطلب منك المغفرة والتوبة والتوفيق والتولية في كل شأن، فاغفر لي وتب علي ووفقني وتولني، يا من تولى كل ذي ولاية فلم يكن له من نفسه مكان، وليس له من غيرك حال في جميع الأزمان. فكما أوجدتنا يا رب من غير يدنا وهديتنا إلى الإيمان، فتول حالنا في كل ذكر مع التدين بالقرآن والحفظ في كل حال وشان. آمين. ونتوسل إليك اللهم بحرمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله مع السلام وبآله وأصحابه الكرام، أن تهب لنا حلاوة ذكرك وهيبة حضرتك ومعرفة عظمتك وخوف سطوتك ورجاء رحمتك والطمع فيما عندك والشوق إليك وشدة الحب فيك وإيثارك في كل حال، والنظر إلى قدسك وجمالك والجلال، وأزل من قلوبنا الغفلة عنك والالتفات إلى شيء دونك، وامحو عنا جميع الاغترار والضلال، وجنبنا عدم المبالاة برعبك ووعيدك،
واجعلنا بفضلك على ما تحب وترضى، وقربنا منك في كل حال، ولا وقيام الليل لمناجاتك والأنس بك والتلذذ بتلاوة كتابك يا أرحم الراحمين آمين. ويا رب العالمين، يا رب العالمين، ويا ربنا ورب كل شيء، ويا مبدئا برحمته قبل سؤال السائلين، اجعلنا من أعظم المتفكرين، وهب لي تفكر أعظم المقربين، على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إلهي اجعل ذكرك قمري في الليالي، وشمسي في ظلمة الأهوال، واجعل التفكر في عظمتك أنسي، والاكتفاء بك والنظر إليك نصب عيني في جميع الأحوال، واجعل لقاءك مأملي في جميع ساعات الليل والنهار، وأعطنا الشكر لنعمتك، وهب لنا دوام قربتك وعظيم خشيتك، ووقئ قلوبنا بهيبتك، واجعل الخشية منك كما هو مطلوب عندك على حال الكمال، ولا تجعلنا ممن يغفر عنك وقتا من الأوقات، وابعدنا من جميع أحوال الجهال، فإن رحمتك كثيرة متواترة بالليل والنهار، ولكن الجهل بك والغفلة عن تراكم نعمتك أورث الخبال، فأخرجنا يا رب منهما، وهب لنا كمال معرفتك، وذكرنا بك وبقربك في كل حال، ونبهنا بكثرة نعمك، وأرنا أسرار عظمتك يا ذا الجلال، ولا تخلنا طرفة عنك وليك وحفظك ومراعاتك، ووالنا بمددك، واجعل الوضوء علينا كوابل الأمطار يا حنان يا منان، وأرنا من عظمتك ما أطلعت عليه خواص المقربين أهل الصدق والإيقان يا رب العالمين، ويا قائما بالكونين، ويا رازقا للثقلين، فثبت لنا الإيمان، ومدنا بأسرار ذكرك والقرآن، ويسر اللهم لنا الإكثار من ذكرك والإدمان لشكرك، وهون لنا طول مناجاتك والقيام في صلواتك، واملأ بواطننا من نورك حتى نقوى على شهودك، إنك أنت اللطيف القدير، وذوقنا يا رب حلاوة الإيمان بك، وصف سرائرنا حتى ندرك حلاوة القرآن، إنك أنت الله الحليم التواب الحنان يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا مطعم يا رب يا رحيم، فليس لنا من نقبل عليه ونلتجئ إليه سواك يا ولي يا رحمن، فتحنن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصرفنا من كل ما لا يرضيك، واجعلنا راضين ومرضيين بالإحسان، ولا تسلمنا من العمل بمرضاتك، ولا تبعدنا من قربك، إنك على كل شيء قدير، واهدنا يا رب الصراط المستقيم، ولا تجعل لنا قلبا من الإقبال عليك سقيما، ولا تكلنا بالبعد عنك يا رب العرش العظيم، فإنا نعوذ بك من سخطك ومن الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من بعدك ومن الجهل يا أقرب معاذ، ويا خير ملاذ يا رب يا قادر يا عظيم، فلك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر يا كبير شكرا كثيرا، ونسبحك بكرة وأصيلا، فبحمدك نبهنا، ولشكرك هيئنا، ولإكثاره وفقنا، ولتكبيرك ذكرنا، ولتسبيحك عرفنا، فيا عليم علمنا، ويا رقيب قربنا، ويا نور بالتقوى نورنا، وألهمنا رشدك الذي ألهمت به الأصفياء والمقربين، فإنك قادر على ذلك، ونحن مضطرون لما هنالك، فيقضنا لهم لطائف برك، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوف الخير إلا الله، ما شاء الله لا يسوف السوء إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إني آمنت بالله ورجعت إلى الله وتوكلت على الله واعتصمت بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله ورجعت أمري إلى الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله فوضع أمري إلى الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله واعتصمت بالله فوضع أمري إلى الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله توكلنا، وعلى الله توكلنا. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. 4 مرات تقرأ في الصباح مع المياد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 100. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. سبحان الله العظيم وبحمده. 100. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 100. سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لك يا الله حمدين يوافي نعمك أيكافي مزيدك، ولك الحمد لذاتك حمدين يوافي مرضاتك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيلتنا إليك وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بوحيك واتبعوا هدى نبيك صلى الله عليه وسلم. وسألتك يا ربي يا إلهي ويا مولاي ويا ملجائي ويا من قامت السماوات والأرض بأمره ويا من تقوم الأموات بدعوته ويا من ملكوت كل شيء بيده ويا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أسألك بحق المصطفى نبيك المؤتمن المأمون أن تلقي في قلبي عظمتك وجلالك وكبريائك وكمال قدرتك على كل شيء، حتى تنقذف في قلبي هيبة كلامك في التلاوة فأجد فيها الحلاوة مع القيام ما فيها من العلاوة، مع الاشتياق إليك على حبك الذي فيه الغلاوة. يا من بيدك القهر والسماوات يا أرحم الراحمين.
المؤمنين. لا تجعلني من المعرضين أهل العصاوة ولا ممن فيه لخطابك قساوة خطابك قساوة. آمين يا رب العالمين. يا مجيب دعوة المضطرين أجب دعاءنا وقابل كسرنا وفناءنا برحمتك وبقيتك يا أرحم الراحمين. فإني مضطرة إلى رحمتك فإن لم ترحمني وتنقذني وقعت في الطبع السفلي المسقط إلى الهاوية بالإعراض عما تداوين به من كلامك. استجب لنا يا ربي نجيب دعوتك في كتابك يا أرحم الراحمين. آمين. ويا رب العالمين أرنا عزة كلامك الذي هو تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى. يعلم السر وأخفى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بقصوري في معرفة عظمتك وعدم قيامي بما يليق لجلالك. يا مغيث المضطرين أغثني من خبث نفسي وأكرمني لما أنت أهله ولا تجعلني ممن غره جهله حتى آوي إلى نفسي وأرجع إلى حسي وأغيب عن قدسي. يا من بيده وحشتي وأنسي أخرجني من وقوف قلبي مع بدني وحسي إلى مشافهة خطابك والتحلي بالامتثال فيه لأمرك. وفهمني أسرار كتابك كما فهمت بها أصدق أحبائك وأرني فيه ما أودعته من هداية الأصفياء المقربين. يا أرحم الراحمين يا عظيم فلا يعطي العظيم إلا العظيم ولا يعظم الحقير ويعطيه الكثير إلا أنت. فإني حقيرة أرجو من فضلك العظيم أن تكرمني بأسرار كتابك العزيز ولا تجعل حظي منه قراءة اللسان كأهل العادة الغافلين ذوي الهذيان. إذ أنت قريب بالمرصاد ولا تحب الإعراض والفساد فأمري بيدك وخلاصي عندك يا رب العباد. وقد فوضت أمري إليك فأحسن حالي فيما يرضيك ومتعني بحسن الإصغاء إلى كلامك وأنزل في قلبي مواهبك التي وهبتها فيه إلى أصفيائك ومقربيك المكرمين. واجعلني منهم ولا تجعلني منهم خلقهم وأرحم الراحمين. واجعلني منهم ولا تجعلني من المخذولين يا أرحم الراحمين. واجعلني منهم ولا تجعلني من المخذولين يا أرحم الراحمين. وسألتك يا إلهي ويا مولاي كما أنت الذي خلقتني من العدم من غير واسطة فلا توقفني مع رؤية الطاعات والدعوات ولا مع النظر إلى شيء من كافة المخلوقات بل أخرجني إليك راضية بك ومؤثرة لك على كل شيء. يا من لا يعجزه شيء اجعلني أمة لك مكتفية بك واقفة مع الأمر منك من غير حجاب به عنك. فأنت الذي أنشأتني وبيدك أمري وإليك مرجعي ومنتهاي. يا إلهي ويا ملجاي لا ترد دعائي وعاملني معاملة الفضل كما أنشأتني بالفضل وأنزلني منك حق النزول. آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني تبرأت إليك من نفسي وتعوذت بك منها ومن جميع ما يصدني عنك وتوكلت عليك ثقة بك وأنبت إليك اختيارا لك وإيثارا لما عندك. فلا تؤاخذني يا ربي بعيبي فتكلني إلى من يصدني عنك ويقعدني عن حسن وعدك والتنور بنورك. فلا تصرفنا يا ربي من الإقبال عليك واختيارنا عندك والرضا بمرادك. إنك أنت مولانا وإلهنا ورب كل الخلق القادر على ما تريد. فلا تعرض عني حتى أضجر عن حسن مرادك فأختار الخساسة وأترك ما عندك من النفاسة. فإني أعوذ بك يا خير معاذ
الأعذاب من شر جميع الناس ومن سوء الوسواس يا إلهنا ويا مولانا ويا رب الناس الناس يا من لا يعجزه شيء احفظني من كل ما يبعدني عنك حتى ألقاك سالما وبك مؤمنا وبقضائك راضيا ومحسنين الظن بك وخذ بي إليك من جميع الأعداء واحفظني من جميع المساقط إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبعة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبعة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبعة. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبعة. اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. سبعة. اللهم يا من كل يوم هو في شأن ولا يشغله شأن عن شان اجعل شؤوني بك لك مشاهدا لك في كل شان يا من أمره إذا أراد شيئا قال له كن فكان سبحانك لا إله إلا أنت لا ينازعك أحد في الأكوان. ثلاثة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين والإيمان. ثلاثة.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني ورزقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك أوعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 3. ثم تقول في المساء صيغة اللهم إني أمسيت أشهدك التي تقرأ مع المسبعات في المساء وتقرأ في الصبح مع المياد. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. 4. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك 10 مرات. ثم ترفعي يديك قائلة اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع الكل في سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك، اجعل لي في كل هم أمسيت أو أصبحت فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت فيه، أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، فإنك أنت المحسن إلي وأنا المسيئة إلى نفسي فيما بيني وبينك، تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي، ولكن الثقة بك حملتني على الإجراء عليك، فعد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. 3. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب العالمين لك الحمد لذاتك يا من يستحق جميع الحمد، ولك الحمد على ما أنعمت وأعطيت كل القصد وزدت من رحمتك وفضلك ما لم يكن بالعد، فأحمدك اللهم حمدا يرضيك، وبحمدك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد دليلنا إلى مراضيك وآله، وزدنا من رحمتك محبة ترضيك، وذوقنا حلاوة قربك وتجليك، وخذ بنا إليك من كل ما لا يرضيك، وشوقنا إليك شوق حبيبك وصفيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا على قدمه إلى لقائك من غير تزلزل يا أرحم الراحمين. وسألتك اللهم الصدق والوفاء بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحنفاء، وأسألك اللهم بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، واجعلنا من خاصة أهل الصدق والصفاء، واجذب قلوبنا إلى ما عندك زلفاء، وأعظم حبنا فيك وفي القرآن كلامك إلى حين الوفاء ولقائك على الصفاء، إنك أنت ولي المصطفى، واجعلنا من المصطفين عندك يا أرحم الراحمين. ويا من اضطرت الخلائق كلها إليه فلا ملجأ لها إلا إليه إذ هو الآخذ بنواصيها، فمنه مبدأها وإليه يمليها،
ويا من أنزل لها قرآنا يحييها وآياته لو نزلت على الصم الراسيات لخشعت من عظم ما فيها ولما سمعتها جماعة من الجن اهتدت من حسن معانيها فوحدت بها باريها ولما تنورت منها أقبلت على قومها منذرة من طيب معانيها ونسألك ربنا أن تقذفها في قلوبنا ومن الغفلة عنها برحمتك ورأفتك تنجيها وأنت أعلم بنا منا وقد قلت ولقد كرمنا بني آدم وبفضلك علينا قد أنشأتنا من آدم عليه السلام الذي حمل نور من أنزلت عليه آيات القرآن التي عظمت مثانيها وكان لها من الله ثناء وتنويها فنورنا بها يا من بعثت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لينقذ العباد من غضب باريها وجعلته حريصا علينا رؤوفا بنا لإخراجنا من التيها ولو رحمتنا وبرحمتك عقلناها وفتحت في قلوبنا أعينا تعيها فنحن أولى بالتأثر بكلامك من الجبال الصم الراسيات إذ مننت علينا بنور الفؤاد وحواس الخيرات فارحمنا ربنا كما إنك خلقتنا في أحسن تقويم وأنقذنا من السقوط في أسفل سافلين بإيمان صادق بما أنزل لنؤثر ما عندك على ما أذمنته مما اختبرتنا به من خيال هذه الدار التي هي ليست بمحل قرار وارفعنا من سفليتها إلى ما رفعت إليه الأخيار وفهمنا حسن كلامك وما فيه من الأسرار ونورنا به من ظلمة السفل والأغيار يا واحد يا رحيم يا غفار اغفر لنا كل عفوة وأخرجنا من الإصرار إنابة إليك واكتفاء بك يا من خص أهل الافتقار بحق نبيك المصطفى المختار نورنا بالقرآن الذي منه كل الأنوار آمين يا رب العالمين ونسألك اللهم بحق ما سئلت به من أسمائك على ألسنة الأخيار وبحق أسمائك المكنونة العظيمة وبما فيها من الأسرار أن تستجيب لنا دعاءنا ولا تردنا عن بابك ولا تطردنا من جنابك بما علمته فينا من العيب يا رحيم يا ستار وتغمدنا برحمتك وأوصلنا بنبيك المختار وجعلنا على أثره ولا تزغ بنا عن سكته إذ بيدك أواصينا وسألناك بما ألهمتنا السؤال والافتقار وقد كنا عدما ولا نعلم شيئا من هذا السؤال فلا تردنا بعد إذ عرفتنا سؤالك وقد أمرتنا به ووعدتنا إجابته فضلا منك فلك الحمد حمدا كثيرا على ذلك ولا نحصي ثناء عليك مما أنت أهله وقد فوضنا أمرنا إليك كما هو بيدك وقد أمددتنا بما لا نحصي عده من نعمك فنسألك اللهم أن تلهمنا شكرك على نعمك وأن توفقنا على طاعتك حتى نلقاك على أحسن الأحوال فبفضلك قد أنشأتنا من العدم وعلمتنا ما لم نكن نعلم وتكرمت علينا بإحسان منك يا ذا الكرم فنسألك اللهم بحق كل كريم عندك وبجميع الأنوار وبنور الأنوار أن تتفضل علينا بما تحب وترضى على التخلق بخلق نبيك صلى الله عليه وسلم وأحسن لنا على نهجه بأحسن القدم آمين يا رب العالمين وأرنا يا رب عيوبنا وخستنا ولا تحجبنا بأنفسنا عن عظمة جلالك والعبودية لك والإخلاص في خدمتك لقصد وجهك الكريم شكرا لك ومعرفة لعظمتك واجعلنا واعين لما أسديته من نعمك حتى نشكرك عليها من غير وقوف معها عنك فإنها لا تنفعنا بشيء دونك واجعل نظرنا فيها من حيث رؤية عظمتك من أن كل شيء آية إلى عظمتك ودال إليه من حقيقته إذ لا قوام له ولا وجود له إلا بك
فسلم قلوبنا من النظر لسواك، واملأها من أنوارك العظام، واجعل القرآن العظيم ضوءها من الظلام، ولا تجعله عندنا كسائر الكلام، وعظم مدخله في قلوبنا، لأنه كلامك يا مليك أرواحنا وأجسامنا ومليك كل الأنام، واجعل في قلوبنا ثمرته حتى يكون أحلى لنا من كل كلام. استجب لنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تردنا لما تعلمه فينا من العيب والمنام، وقد فوضنا إليك الأمر، فأرنا أنوار عظمتك واتصال كلامك بك، وأحسن لنا القلوب لتعي ذلك، واختم لنا بأحسن الختام، فقد أنعمت علينا بفضلك من العدم، وعلمتنا ما لم نكن نعلم، فمن علينا ربنا بعظيم الكرم، ولا توقفنا مع شيء من النعم، واجعل نظرها لنا وسطا بك مع الوقوف على أحسن القدم الذي هو قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وحببنا فيك أشد من حبنا لأرواحنا وجميع ما لدينا من النعم، إذ أنت المزدي لها وعندك أعظم منها من عظيم الكرم، فاجعل مطمح قلوبنا إليك، ولا تجعل نظرها إلى ما كان من عدم، وكذا حقيقته الراحلة بغيرك عدم، وسيعود ما غر من ظاهرها عدم، فعرفنا بالحقيقة يا ذا الكرم، فإن أمورنا بيدك وأنت بنا أعلم، وأوصلنا يا رب بمختارك من بين الأمم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا على ما تحبه من اتباعه، مع وصل من وصله وقرع من قطعه يا رب العالمين، وأدخلنا مدخله يا رب العالمين، وأخرجنا مخرجه يا رب العالمين، واجعل لنا منك نصيرا على أنفسنا وشياطين الإنس والجن، واجعل بدلها في قلوبنا نورة نفيا بالصدق، ونقوم بالحق، ولا نتزلزل عن قضائك إلى يوم لقائك يا أرحم الراحمين آمين، ولا نتزلزل عن قضائك إلى يوم لقائك يا بحرمته لديك وبحق وجهك الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، وارحمنا وارحم آباءنا، واهدنا واهد أبناءنا آمين. ولك الحمد حمدا كثيرا يوافي نعمك ويكافي مزيدك، فالنعمة منك والحمد منك، فنحمدك على حمدك كثيرا، ونسبحك بكرة وأصيلا، فوفقنا على ذكرك وشكرك إلى أن نلقاك راضين ومرضين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من العارفين لحسن قدرك الصابرين عليه رجاء لوعدك ورغبة في الصلوات والرحمة مع هدايتك واجعلنا ممن آثر المسكنة لحسن الوعد الدائم عندك ولا تجعلنا ممن آثر الشؤون الفانية مع ذمك والشهوات الزائلة مع تبعيدها عنك واجعلنا ممن آثر التقوى والوفاق والصبر على الشدائد والمشاق رغبة في دوام القرب والتلاق وقو نورنا ليهون علينا ذلك واجعل لنا قوة منك على تحمل ما يرضيك والقيام به رغبة فيما عندك يا قادر يا كريم يا رزاق واشرح صدورنا بنور منك يا رب يا رب يا رب مع الإنابة إليك وشدة الاشتياق آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا أشهد بما شهد الله به وملائكته وأولو العلم وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعا أشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت الواحد الذي بيدك الغائب والشاهد، فثبت شهادتي هذه على ما يرضيك، ونورها بنورك الذي نورت به شهادة الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، واجعل لي من حظ اليقين كما أعطيتهم من الرسوخ في التمكين، حتى لا يتزلزل يقيني بالرياح العواصف، واجعله ملكة لا تزول، وعلى القلب بالنور عاكف، يا من بيده كل شيء، فسامحني فيما جنيت به في التعدي على الحق اليقين، ومكني في الإيمان والتوحيد بكامل التمكين، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، فإني ضعيفة على القيام بها وعن حفظها أقل من ساعة، فيا من إليه اضطراعة ويا من بيده كل شفاعة، احفظ وديعتي هذه بفضلك بحرمة من أذنت له في الشفاعة، حتى لا تكون لي شبهة ولا وهم ولا أدنى حطة عن كمال نور التوحيد والإيمان، يا واحد يا رحيم يا منان، فأنت الله المالك الديان اللطيف القادر الرحمن، استجب دعوتي ولا تجعل ذلك مني مجرد قول ليس له منك مكان، يا من هو عند المنكسرة قلوبهم فإني منكسرة القلب، ليس لي من ألتجئ إليه في طلبي هذا إلا أنت، وقد اكتنفتني الأعداء من النفس والشيطان وشياطين الإنس والسراب من الدنيا المشاهدة بالعيان، وسحرا من الزينة واللذة والجاه الذي يعقب الخسران، ولا أعرف من ذلك خلوصا إلا بك، فارفعنا منها بلطفك يا منان، يا من يعطي للحقير عظيم الإحسان، فلا أحقر منا إن لم تتولنا، فأنقذنا إلى ما عندك لنؤثرك على جميع ما كان، فلا تردني إلى المهاوي بما علمته في من المساوي، برحمتك يا أرحم الراحمين آمين، فلا أعرف إلا فضلك مع كثرة دواعي السقوط في الأطيان، فأنقذني ومن صحبني ومن أحبني على حب نبيك صلى الله عليه وسلم، لأجلك يا من بيده الأكوان آمين. وحقق اللهم إيماني، وكمله مع نور التدان، واخلط اللهم نور الإيمان بلحمي ودمي ومخي وعظمي، بعد أن تجعله في سويداء قلبي، وتعظم نوره في ربي، حتى أشاهد ملكوتي وغيبي، فأتحقق بتوحيدك من غير وهم من ظاهري وباطني، حتى يفيض ذلك النور على أركاني، فأوثرك وأسوق إليك بنورك إخواني وأقراني، مع التسليم التام والقيام بالأوامر والأحكام، حتى لا أعارض قضاءك لحسن الظن بك، فأكتفي بما عندك وأقوم بأمرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين يا رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، إن
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله جدا وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله جدا وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله جدا وأصيلا وذن إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللهم اجعلنا ممن أحسن صحبتك بحسن النظر إلى قربك وقيامك بكل حال حتى نكون من الفائزين عند الكشف واللقاء. ولا تجعلنا ممن أساء صحبتك بالعمل بما لا يرضيك مع قربك وعدم قيام بنفع دونك. ووفقنا يا رب العالمين على ما فيه صلاح حالنا في الدارين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا من يتولى الصالحين. فتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل صدق ذلك في قلوبنا كما أنطقت به ألسنتنا حتى يكون توكلنا عليك صادقا وإنابتنا إليك تحقيقا. فلا مصير لنا إلا إليك، ولا تجعل قلوبنا مخالفة لأقوال ألسنتنا، بل نسألك أن تزيد صدق الجنان حتى يتفجر منه الصدق على نطق اللسان، فتكثر الصالحات في قلوبنا وتوفق أعضاءنا على ما يرضيك. اللهم آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين ما أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن ألمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى
إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمرنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد من النبي بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد من النبي بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد من النبي كما تحب أن يصلى عليه وعلى آله وسلم تسليما مثل ذلك اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي بعد ما صلى عليه وصل على سيدنا محمد النبي بعد ما صلى عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما تحب أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي بعد ما صلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما تحب أن يصلى عليه وعلى آله وسلم تسليما مثل ذلك اللهم إني أحمدك وأثني لك الحمد يا جليل الذات ويا عظيم الكرم وأشكرك شكر أمد معترفة بتقصيرها في طاعتك يا ذا الإحسان والنعم وأسألك اللهم بحمدك القديم أن تصلي وتسلم على نبيك الكريم وآله ذوي القلب السليم وأن تعلي لنا في رضائك الهمم وأن تغفر جميع ما اقترفناه من الذنب واللمم وأن تتوب علينا يا مولانا توبة لا نرجع بعدها إلى ما لا يرضيك وأن توفقنا على مراضيك وأن تجعلنا ممن تخصه بعظيم رحمتك وتوليك ولا تؤاخذنا بذنوبنا يا مولانا بحق نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بسر وحدانيتك وبسر قدرتك على كل شيء وبسر ذاتك القائمة بكل شيء أن تقذف في قلوبنا معرفتك وكمال حبك يا ذا الجلال والإكرام وأن تشوقنا إليك إذ أنت الذي أنعمت علينا بإخراجنا من العدم فخلقتنا في أحسن تقويم وخصصتنا بما لا نقدر على عده من التكريم وأريدنا في أنفسنا ما لا يقدر عليه غيرك مما يدل على انفرادك والشوق إليك وجعلت لنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا نعما لا يحيط بها فكرنا ودللتنا إلى حب ذاتك التي احتوت على جميع الخيرات وعرفتنا بآياتك ما خفي من الأنوار فكان الظاهرة لأولي الألباب والأخيار ولا تخفى عظمتك باستولائك على كل شيء مع الرحمة الظاهرة الكاملة إلا على خفاش ينكر ظهور ضوء النهار فنسألك اللهم يا من ظهرت آياته وعمت رحمته وغطس الخلق في الرحمة حتى نسيه الغافلون وأعرض عنه الجاحدون أن تصلح فساد قلوبنا وأن تصدق طلبنا لك مع إيثار ما عندك وتعظيم كلامك حتى يثمر ذلك حسن العمل بأوامرك فيه يا أرحم الراحمين آمين فسبحانك اللهم لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين اللهم بحق ما ظهر من آياتك وبحق ما خفي من أسرارك أن تهب لنا رحمتك الخاصة بخواصك حتى لا نلتفت إلى غيرك ولا نشتاق إلى سواك ولا يعظم في قلوبنا معك من لا قوام له بشيء يا من لا يعجزه شيء
اقذف في قلوبنا عظمتك وهيبة كلامك، وفهمنا ما فيه من المعاني الدالة إليك، ولا تجعلنا من اللاهين عنك ولا من المعرضين عن محاسن خطابك. يا جليلا ليس في الكون قهر لغيره، ويا كريما ليس في الكون يد لسواه، ولا إله إلا إياه. وبحق سرار نورك في الأكوان، اقذف في قلوبنا حبك مع الإقبال على التخلق بالقرآن، على فهم ما فيه من هداية المقربين والصديقين، ونورنا بما فيه من نورك الثمين، ونبهنا على تنبيهك فيه باليقين، ولا تصرفنا عما خصصت به فيه أولي الألباب بين العالمين، واجعل لنا نورا منك نمشي به في الظلمة إلى يوم الدين، حتى نلقاك على صفاء ويقين. آمين. يا من بيده أمرنا وعنده بغيتنا ومطلبنا في الدارين، فلا تحرمنا يا رب من نور كلامك والأخذ الذي طلبته منا فيه، فهونه علينا حتى نأخذ منه الحظ الوافر، واجعل لنا في قلوبنا عيونا باصرة بالتلقي من أنوار خطابك الباهرة، وافتح لنا عيون أسماعنا حتى تكون أسماعنا لأنوار القرآن واعية، وأهل أعضاءنا للين له بالنور الذي أهلت به لكلامك الأصفياء والمقربين، وزدنا من رحمتك خاصية نتدارك بها ما فاتنا من التنور بأنواره، والعمل بتذكاره، والتأدب لعز آثاره، فإنك ذو فضل عزيز، وقد أنعمت علينا بالروح، وتفضلت على من هو من التراب والفتوح، فلك الحمد على عدد نعمائك، وقد أنعمت بتذكر آلائك، فلك الحمد على ذلك، وزدنا يا رب فيما هنالك، كما أنعمت علينا من غير سؤالك، وأعطيتنا عظيم نوالك، فنورنا يا رب بأنوارك، بحق كلماتك وآياتك، وبحق نبيك صلى الله عليه وسلم، فالذي أنزلت عليه عظيم تبيانك. آمين. اللهم يا رب قوي فينا نورك، وأزل الظلم التي بين قلوبنا وبين روحنا التي من أمرك، وامحو جميع الظلم التي تصدنا عن التمسك بك والتنور من أمرك والتلقي من نور كلامك، واقطع عنا مادة الشياطين من فضلك، وسدد جميع مداخلها من قلوبنا حتى لا نحجب عنه، إذ أنه لا منفعة لنا من سواك، وأنت أولى لنا من أنفسنا، فاصدق حسن ظننا بك حتى لا نلجأ إلى غير، ولا نلتفت إلى شيء ليس له شيء معك، وعظم نورنا حتى نقوى على شهودك وتعظيم كلامك، فنأخذ منه بالمحبة الكاملة مع شدة الاشتياق إليه. يا نور النور، ويا من بيده الأكوان والدور، فلا تؤاخذنا يا رب بعيوبنا، وتصرفنا عن قربك والتعظيم لك، فإنا مشتاقون إليك، فحقق شوقنا لك، إذ أن أمورنا كلها بيدك، ولا تتحرك لنا حاسة إلا بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، لأنه لا نجد خيرا من سواك، ولا رحما بنا لطيفا علينا غيرك، فأصدق حبنا فيك بما ترينا من عظمتك وكثرة نعمائك، وحببنا في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه دلنا إليك وتلقى الوحي منك فبلغه فوصل إلينا بفضلك، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله عدد المتصلين به لك الواصلين بنوره صلى الله عليه وسلم. اللهم يا عظيما ثبتت عظمته للخلائق، وقد أظهر لها من صنعه الدقائق، وبين لها العجائب والرقائق، وهابت من خشيته أهل الحقائق، وسبحت بحمده الأكوان، وصور الخلق على أصناف، وأحسن خلق الإنسان، فأسألك اللهم بحق خفي لطفك، وبحق ظاهر عطفك، وبحق اصطفائك لأوليائك، وتقريبك لأنبيائك، أن تهب لنا حلاوة القرآن، وأن تبين لنا المعنى فيه أحسن البيان، وأن توفقنا على العمل بما فيه يا رحمن،
وألا تسلط علينا الغفلة عنه والنسيان، وذكرنا ما فيه من عظيم التبيان، إنك أنت الله الرحيم الحنان. يا هادي المضلين، ويا راحم المذنبين، ويا مطيل عثرات العاثرين، ارحم أمتك ذات الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا وارحمنا واستجب دعاءنا، ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إني أسألك بأحب أسمائك إليك، وبحق أسمائك الحسنى عندك، وبحق الأنبياء، وبحق عظيم الذات، أن تهب لنا الخشوع في الصلوات، وأن تهب لنا فيها حسن المناجات، ومعرفة قربك وهيبة حضرتك في جميع الركعات، ولا تجعلنا من المحرومين أهل الغفلات، فنعوذ بك اللهم من التهاون بقربك ومناجاتك في الصلوات. استجب لنا يا رب البريات، ويا قائما بجميع الحالات. آمين. واقذف في قلوبنا حبك وعظمة كلامك والعمل بأوامرك فيه، وشوقنا إلى لقائك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، حي قيوم، حي قيوم، حي قيوم، حي قيوم، حي قيوم، حي قيوم. استجب دعاءنا ولا تؤدنا خائبين، يا من وسع حلمه كل العالمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. خواتيم آل عمران. اللهم اجعل القرآن العظيم نور هدايتنا من الضلال، واجعل دلالته في قلوبنا وسارئة منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال، ونوئ به قلوبنا وسائر أبداننا ليجري عليه حسن الأفعال، ولا تزنبنا عن دلالته والتخلق منه بما خلقت به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واجعل به قوامنا، وأحسن به ختامنا، وأزل به ظلامنا، ونبه به نيامنا، وأسر بنوره في أجسامنا، حتى لا نرجع من تيقظنا به إلى منامنا. يا من توليت إنعامنا وإكرامنا، ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ونرتله ترتيلا مراعينا فيه عظمتك وهيبة كلامك، مع التنور منه بأحسن الأنوار، وأهلنا لتحمل أثقاله بالنور الذي أهلت به لتحمل أثقاله سيد الأخيار، حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار وما فيها من الأغيار. يا ملك يا رحيم يا غفار، تولى صلاحنا وتربيتنا للتأهل للقائك الذي تقصر عن عظمته الأفكار، وشوقنا إليك شوق المقربين المصطفين الأخيار، مع التحقق بالمعرفة الكاملة التي خصصت بها أهل الخصوصية الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار، وضاعف حبنا لك، وأمطر في قلوبنا كامل المحبة المكتنفة بتوليتك وحفظك في كل لمحة وطرفة من ساعات الليل والنهار. آمين يا رب العالمين. استجب لنا ما طلبناه منك كما عرفتنا وجه الطلب لك به، وألهمتنا إياه من غير اقتران به. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فلا تردنا من سؤالك خائبين. يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، 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 يا ذا الجلال والإكرام. انتهى كاتب الإمام المهدي عليه السلام. دعاء يقرأ عند الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لنا صدرنا، وضع عنا وزرنا الذي أنت
انقض ظهرنا وارفع لنا ذكرنا واجعل لنا من العسر يسرا ومن العسر يسرا ووفقنا لذكرك في فراغنا وشغلنا وانصبنا لطاعتك وفيها راغبنا إنك على ما تشاء قدير آمين. تقبل الله.